ساعات بيجي الخوف من عدم الإيمان. لو الإنسان عنده إيمان ما يخافش. الإيمان يطرد الخوف إلى خارج، لأن بالإيمان تشعر إن ربنا دخل في الخط وربنا ابتدى يشتغل وربنا هو. من ضمن الأسباب أيضا اللي تطرد الخوف مناقشة الفكر. يجي لك فكر يخوفك، ناقشه، هتجد إن لا أساس له أبدا، تجد لا أساس له. من ضمن الأشياء التي تمنع الخوف سير الآباء القديسين وسير الشهداء. عمركم شفتوا الشهداء كانوا بيخافوا؟ كانوا بيقفوا زي الأسود قصاد الملوك والولاة، يعني كانوش يخافوا أبدا أمام الأباطرة، مفيش. ده بولس الرسول وقف قصاد فيليكس الوالي، كان فيليكس الوالي هو اللي خايف منه. ويقول لك لما تكلم بولس عن البر والدينونة والتعب، ارتعب فيليكس. بيرتعب من مين؟ من الأسير اللي قصاده. كان خايف؟ مفيش أبدا. الآباء الشهداء ايه الخوف؟ ما كانش عندهم الخوف ده أبدا، ولذلك كانوا يوبخون الولاة والقضاة وهم ما خايفوش أبدا. مين اللي بيخاف؟ ده أما فهم الجندي لما قالوا إريانوس ولي هناك، قال له السلام ليك يا فهم، قال له لا سلام، قال الرب للأشرار، أنت راجل بتعبد الأصنام ما أديكش السلام أبدا. ده بيقول ده للوالي اللي في إيده، ما يخافش منه أبدا. اقروا عن سير الآباء، لا خافوا من الموت، ولا خافوا من التعذيب، ولا خافوا من السجن، ولا خافوا من الأحكام، ولا خافوا من كل التهديدات. في سلام قلبي عميق موجود داخل القلب، هو ده اللي منه. آباء البرية ما كانوا بيعيشوا في حتت ما فيهاش حد، في وحدة ما فيش حد جنبهم، وممكن الوحوش بتاعة البرية وممكن دبيب الأرض والحيات والتعابين وممكن الشياطين ومحاربتهم، لكن ما فيش خوف أبدا لأن في قلب قوي. إنسان ممكن يقعد في حتة زي دي هو اللي يضيع روحه بخوف، ممكن الأفكار تزعجه ما يقدرش يكمل الليلة حتى يبات فيها. ده في آباء كانوا يباتوا في المقابر وسط الجماجم وسط جثث الموت، يخافوا ما يخافوش. مرة أرادوا أن يتعبوا القديس أبو مقار الكبير، نام وجاب جمجمة وحطها تحت راسه. في واحد يقدر يجيب جمجمة وحطها تحت راسه؟ فالشياطين ابتدوا يكلموا صاحبة الجمجمة ويتفقوا معها على ميعاد، وهو سمع الصوت تحت راسه فراح شال راسه كده وبص لها وقال لها إذا أردت أن تذهبي معهم للجحيم للظلم اتفضل، ونام. نام ده بيخاف؟ بيخاف من إيه؟ اللي بيخاف من الموت هو لو مستعد للموت ما يخافش منه. ده في ناس بيفرحوا بالموت، يقول لي اشتهاء أن أكون أن أنطلق وأكون مع المسيح، فذاك أفضل جدا. في إنسان بيخاف لأنه ما يعرفش الصلاة. الصلاة بتمنع الخوف. تبص تلاقي الإنسان هو بيصلي يتذكر ربنا وعمله ومعونته فما يخافش. إذا شعرت إن الله معك وإن معونة جنبك، الرب عن يمينك يحطم في يوم رجزه ملوكك، فما تخافش، ربنا يكون معاك ومش عايز واحد فيك يخاف أبداً.